بعد ما ساهمت المباراتين سواء مع النجمة أو مع الترجي في تجهيز أكبر عدد والدفع بأكبر عدد من اللاعبين. النادي الأهلي بيعمل موسم استثنائي جدا. النادي الأهلي بيغير جلده، بينزل بمتوسط الأعمار، لعيبة مهمة مشيت منه، لعيبة بطلت، ولعيبة طالعة الناس اشتاقت عايزة تشوفها فأصبحت بتشوفها، ولما أنت بتشوفها كمان كويسة. فالنادي الأهلي أنا أشوفه هيعمل موسم استثنائي، هيعمل موسم كويس، لكن مش عايزين الناس تضغط مباراة بمباراة لأن المنافسة بقت صعبة جدا السنة دي. المنافسة صعبة، والأهلي في هذه المسابقة وهذه الظروف لا يحتاج ولا يطلب إلا أن تتوفر في مسابقة الدوري العدالة التحكيمية الكافية. العدالة التحكيمية الكافية مطلوب، وأن يكون الاتحاد أب للجميع. أن يكون الاتحاد أب للجميع، ودي بتحط تحتيها كل الخطوط اللي أنت عايزها. لأن مسألة أن التحكيم، أنت مش بتقول التحكيم هو جزء من الاتحاد، لأن النهاردة اللي مسؤول عن التحكيم هو عضو مجلس إدارة الاتحاد واللجنة، هو 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 خلاص الاتحاد أوجد نظاما جديدا أن يبقى عضو مجلس إدارة هو مباشرة ملتحم بهذا الأمر خلاص. فأصبح أن لا، أنت دلوقتي ما أنتش راجل النهاردة في موقف التقييم، ده أنت في موقف أن تحاسب. انت وانت عضو مجلس اداره انت بتقيم الامور، رئيس لجنه التحكيم بتحاسبه، طب مين هيحاسبك؟ فمجلس اداره. فاذا انا لما بقول والمساله مش مساله بس تحكيم، ده هتلاقي قرارات في المسابقات، هتلاقي قرارات في جدول الدوري، في التاجيلات، في التعامل، لازم الناس تبقى كلها مسطره واحده، مسطره واحده. نتمنى أن تتوفر للمسابقة كل العدالة الممكنة، نتمنى أنه كل الأطراف تقوم بمسؤولياتها صح، لكن حين تظهر شخصية الأهلي ما تقلقوش أبدا. بعد الفاصل. كل عام